السلام عليكم، معكم الفنان الموسيقي سعيد داكوستا من مدينة طنجة. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. ميرسي بوكو بور انفيتاسيون. 2016 وي. يعني تسغاني الراي ولا شي حاجة من غير؟ لا غير الراي. الصعوبات اللي كنجبر هي في الكلمات، ولكن دابا الحمد لله ما بقيتش كنجبر الصعوبات في الكلمات، يعني كنعتمد على راسي، كنكتب راسي وكنلحن راسي. من قبل يعني كنت كتكتب راسي ولا كنت كتكتب شي واحد؟ لا، في الاول كنت كنكتب راسي، ولكن ما كنكتبش مثلا شي كلمات في المستوى، فهمتي؟ دابا حاولتي تديفلوبي شويه من راسك؟ دابا كنحاول، يعني الانسان انت راه كتعرف مع الوقت راه كدي شويه ديال الاكسبيريونس. السبب ديالي هو قادر زقزق، هو السبب ديالي، وتحياتي للناس ديال الجزائر. يعني عندك معاه صداقه كبيره؟ صديق ديالي، ماشي صديق ديالي، راه اخ ديالي. شنو كتبغي تقول لهذا المنبر؟ كنبلغ له التحيه وكنقول له الشيخ راه كنموت عليك. بيان سور كاينه، عندي بزاف ديال الاصدقاء في اسرائيل. يعني واخا الاختلاف السياسي اللي كاين؟ ما عنده حتى، لا ما عنده حتى شي علاقه اختلاف سياسي، بالعكس العلاقه ديالنا راه ما تنساش راه عندنا 2 مليون ديال اليهود المغاربه في اسرائيل، وراه عندهم جنسيه مغربيه، راه مغاربه وراه خوتنا هذوك. يعني واخا داك المشكل اللي واقع مع فلسطين ما عندها حتى علاقه، مشكل حتى شي علاقه. يعني هادشي كيبقى سياسي ولا كيبقى؟ لا ما عندها حتى شي علاقه، علاش؟ حيت الناس ديك الناس هادوك راه مغاربه، فهمتي؟ واش نكرهم؟ امبوسيبل. انا تيك بحال لا ما بيغتو في شلاخ كاخا. هاد السنه هادي كاين واحد بروجي يلا كملناه، ان شاء الله عن قريب غادي نلونسيه بعنوان اديوس يما. يعني كي هاد الكليب هذا كيعاود على المعاناه ديال الشباب، كيبغيو يخرجوا خارج البلد باش يحسنوا الوضعيه ديالهم. ان شاء الله كنتمنى من الله ان الاعجاب ديال الجميع ويكون في المستوى. وي سي فري، هذاك كان من احسن بروجي اللي عندي، وبمشاركه ديال الصديقه ديالي كوثر بيكيد. كوثر مرحبا بك، تفضل معنا. الصراحه الله تجربه مزيونه، دوزنا واحد الوقت مزيون، وهذاك داك الاغنيه كانت رائعه، عجبني يعني داك الشيء اللي دوزت معاه، وعشنا في واحد الخيال كان مزيون، واخا هو خيال كان مزيون صراحه الله. وكنتمنى له التوفيق ومسيره موفقه في حياته، حيت واحد الانسان ظريف بزاف، والله يسهل عليه. شنا طبعا يعني القميص ديال اتحاد طنجه؟ داك القميص ديال اتحاد طنجه كنمثلو البلد ديالنا، حيت حتى واحد ما بحال اللي غنقول لك، يعني كلشي كيحماق على البلاد ديالو، واخا اي مدينه راه البلاد ديالنا، ولكن حنايا مثلنا الدور ديال البلاد ديالنا اللي خالقين فيها وكابرين فيها. بيان سور ديما راه تخدم معايا. وكوثر انت ضروري ضروري، حيت كيعجبني نمثل معاه ونصور معاه، حيت كنكون مرتاحه معاه بزاف، كنحس براسي نشيطه. يعني واخا مثلت كليبات وباقي الجديد عندي، ولكن ماشي اول تجربه. لا ماشي اول تجربه، يعني هو كنرتاح معاه ملي كنكون مصوره، وداك الشيء كنكون انا مرتاحه. يعني ابار الخدمه جي معاكم الصداقه عزيز وغالي، يعني بحال العائله، كنعرف عائلته كيعرف عائلتي، الحمد لله ربي خلينا دائما مجموعين ان شاء الله. كاين بزاف ديال الفنانين، ولكن انا كنحاول يعني نمشي شي حاجه بالستيل ديالي، شي حاجه ما كاينش، شي حاجه جديده، فهمتي؟ يعني كتماشى مع يعني مع الموجه، الصياغه، النجاة ديال الصياغه، بحال نقولوا بالدارجه المغربيه دكاك او دهيبي. ان شاء الله من 5 سنوات
نكون يعني حققت هدف على 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 اقل حاجه واحد 70% الهدف اللي سطرت عليه في هذا المجال ديال الموسيقى. ما عندهم بلاش يتقلبوا عليا فهمتي، يعني كاين اصدقاء معايا باقي لحد الان معايا من الطفوله ديالي، وكنبلغ لهم التحيه منهم ياسين ومنهم بدر اصدقاء ديالي هادو ديال العمار، تحيه لهم خاصه. ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون، وتحيه للناس اللي كيبغيونا وكيموتونينا، وتانا كنبغيكم كنموت عليكم. وميرسي بوكو كوثر، وتسناو الجديد عن قارب ان شاء الله بحول الله، وكنتمنى من الله ينال الاجر ديالكم ويلقي شويه ديال النجاح. وكلمه اخيره نخليوها لكوثر. شكرا بزاف، وان شاء الله هيكون جديد سعيد داكوستا، وان شاء الله وكنتمنى له التوفيق، مسيره موفقه في حياته. وشكرا لكم بزاف حيتاش تقابلنا وتعرفنا، شكرا بزاف، وش نقول لكم باي.